ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا عن ال one dimensional. one dimensional قلنا ال one dimensional اللي هي في اتجاه واحد. heat steady state، بنتكلم على steady state يعني مفيش تغير في الزمن. steady state heat transfer conduction يعني، بس هنا مش هنتكلم عن الكوندكشن، بس هنا هنتكلم عن حاجة اسمها thermal resistance وعلاقتها بالالكتريكال سيركت انالوجي او الالكتريكال ريزيستنس. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على المقاومة الحرارية اللي هي R thermal وعلاقتها R جاية من resistance، thermal TH جاية من thermal او حرارية، وايه علاقتها بال R الكتريك اللي هي المقاومة الكهربية. طيب قبل ما نبدأ في الكلام ده احنا هنيجي نبص على المثال. لو عندي حائط مكون من طبقات زي كده، مادة A ومادة B ومادة C، عازل مثلا وألمونيوم وطوب أو أيا كان، يعني أي 3 معادن مختلفة، وفي عندي هنا موفينج فلويد وعندي هنا موفينج فلويد، بس ده كولد وده هوت. يبقى ده هوت سخن خليه مثلا باللون الأزرق الأحمر، والكولد خليه باللون الأزرق. طبيعي إن الحرارة أكيد هتتنقل من السخن إلى البارد، يعني هتبقى ماشية في هذا الاتجاه. طيب لو أنا عندي درجة حرارة مثلا الهواء ده هوت مثلا خليه 50، والهواء هنا طبعا دي تي انفاينايت اوت، تي انفاينايت ده احنا مش عارفين الاوت والان، ممكن نخلي دي الهوت الاتش يعني، ودي تي انفاينايت كولد. دي قلنا ايه، هنخلي نعتبر ان الراجل لو انا مشغل تكييف مثلا على 24 ولا حاجة، فخليها 20 خليها 24. طيب هنا مش هقدر استخدم مثلا قانون، انا عندي هنا هتتنقل بالكونفكشن من هنا لهنا، ما عنديش القانون الكونفكشن بتاع نيوتن للتبريد بيقول اتش اي تي اس ناقص تي انفاينايت، او تي انفاينايت ناقص تي اس، حسب مين فيهم الكبير ومين فيهم الايه الصغير. طيب هلاقي ان انا مش عندي ايه، مش عندي تي اس. طيب الكوندكشن ما عنديش لا تي اس دي ولا تي اس دي، حتى لو عندي دي حتى لو قال لي دي 48 مش هعرف اجيب الكوندكشن، مش هعرف اجيب ده، مش هعرف برضو اجيب هنا، يعني هتلاقي ان انا ما عنديش داتا او بيانات تكفي ان انا اطبق في قانون فورير اللي هو كي اي دلتا تي على ال، ولا عندي اعوض في قانون نيوتن للتبريد. طب هنحل بقى حاجه زي كده ازاي؟ هنستخدم بقى في الحاله دي حاجه اسمها الثيرمال ريزيستنس. هجيب الثيرمال ريزيستنس وابدا احسب بناء عليها. طيب الثيرمال ريزيستنس دي عباره عن ايه اصلا؟ قلنا ان في علاقه ما بين الالكتريك ريزيستنس والثيرمال ريزيستنس. المفترض بنقول ان الهيت فلو اللي هي الكيو اللي احنا شغالين عليها اللي هي الكيو، نخليها مثلا كيو، المفترض ان دي تبقى عباره عن الثيرمال بوتنشال ديفرنس اللي هي الدلتا تي، او اللي هي فرق درجات الحراره. كان في مثال متكرر في حد كان منبهني عليه، اللي هو ان كل المودز او all modes of heat transfer require temperature difference او thermal potential difference. طبعا الاجابة هي صح، يعني سواء الكوندكشن محتاج T ناقص T، الكونفكشن محتاج T ناقص T، الراديشن محتاج T ناقص T. لو مفيش اصلا فرق في درجات الحرارة مش هيحصل اصلا انتقال حرارة. المفروض وفقا للسؤال يعني، عشان تقريبا اجابته غلط في المنصة،
ان المفترض ان فعلا كل انماط او كل وسائل او كل الميكانيزم بتاعه انتقال الحراره محتاجه temperature difference. فبنقول ان الهيت فلو اللي هي الكيو بتاعتنا بتساوي الثيرمال بوتنشال ديفرنس اللي هي temperature difference يعني اللي هي دلتا تي على الايه الثيرمال ريزيستنس اللي هي الار ثيرمال. طيب بنقول الكلام دوت يعني زي ايه؟ زي بالظبط ما بنقول في التيار الكهربي ان الكارنت او شده التيار بتساوي الفولتج ديفرنس اللي هو فرق الجهد على الالكتريكال ريزيستنس اللي هي المقاومه الكهربيه. يعني لو انا عندي تيار كهربي، احنا نبص كده على الالكتريكال سيركت او الدائره الكهربيه اللي هي بنعملها باللون الاحمر دلوقتي دي، ادي لو انا عندي نقطتين، النقطتين دول في عندي فرق الجهد، خليها مثلا هنا دلتا في، فخلي دي في واحد ودي في اتنين. فالمفترض ان الاي اللي هي شدة التيار المار بتساوي الفي الدلتا في اللي هي الفرق في الاتنين دول على الايه على المقاومة الكهربية اللي هنا. نفس الكلام لو انا عندي درجة الحرارة هنا اللي هي تي واحد مثلا، وعندي درجة الحرارة هنا اللي هي تي اتنين، اهي هنرسمها كده، ادي تي واحد وادي تي اتنين. التيار هيمشي، الحرارة بقى المرة دي هتمشي هنا، فهيبقى كأن في عندي مقاومة، المقاومة دي مقاومة حرارية بتترسم زي رسمة المقاومة الكهربية بالظبط، بس بدل ما هنا بين في واحد وفي اتنين بنخليها تي واحد وتي اتنين، وبيمر بينهم الايه الكيو. طبعا هنا كيو ايه هنا ده دي مادة يعني بيمشي من ذرة للتانية، فده كوندكشن، فهو هنا خلاها كيو كي او كيو كوندكشن. فهو هنا بيقول لك ان ده التمبريتشر ديستريبيوشن اللي هو توزيع درجات الحراره فور ستيدي ستيت كوندكشن للستيدي ستيت وانتقال بالتوصيل خلال حائط، والربط بينه وبين الايه الثيرمال وبين الالكتريكال سيركت. يبقى انا لما باجي في مسألة زي دي بحلها، لو هو مثلا قال لي درجة الحرارة هنا 20 ودرجة الحرارة هنا 10 وعاوز أعمل حاجة، بروح جاي راسم الدائرة الكهربية الأول، بحط إيه في الدائرة الكهربية دي؟ بحط التي واحد وبحط التي اتنين، وأبقى عارف إن هنا في كيو كوندكشن، وحط هنا قيمة الـ R بتاعتي، ممكن بقى تسميها R conduction أو R convection أو أيا كان، بس عارفين هي هنا إيه R اللي هي الـ thermal. طيب الـ R دي بتتحسب بقى إزاي؟ إحنا لسه قايلين من شوية إن الـ Q بتساوي دلتا T على R. طيب ما إحنا عارفين مثلا لو إحنا بنتكلم على الـ conduction دلوقتي، احنا عارفين ان الكوندكشن الكيو بتتحسب وفقا لقانون فورير اللي هو الكي في الاي في الدلتا تي على ال ال. دلتا تي هنا دلتا تي دي هي نفسها دلتا تي دي. طيب يبقى الواحد على R، الواحد على R بتساوي ايه؟ بتساوي ال K في ال A في ال L. يبقى ال R بقى نفسها هتساوي بس دي كده ال conduction، ال R بتاعت ال conduction في البلين وول هنا هتساوي ال L على ال K في الـ A. يبقى الـ R بتاعت الـ conduction في الـ plane walls هتساوي الـ L على K. جت منين؟ جت إن إحنا عارفين إن الـ Q اللي هي بالليزر، الـ Q بتساوي الـ delta T على الـ R thermal، والـ Q نفسها بتساوي الـ K في الـ A في الـ delta T على الـ L، يعني الاتنين دول بيساوي بعض.
طيب دلتا تي فوق الباست بتساوي دلتا تي في الباست، يبقى الار ثيرمال دي بتساوي ايه؟ هنلاقي ان الار ثيرمال بتساوي ال ال على الكي في الاي، او اقدر اقول ان الواحد على ار الاول، الواحد على ار بتساوي الكي في الاي في ال، وبناء عليها الار نفسها بتساوي ال ال على الكي في الاي. طيب لو انا عندي بتكلم مثلا على كونفكشن، الكونفكشن لسه قايلين من شويه الكيو بتاعت الكونفكشن بتساوي اتش في A في دلتا تي. طيب هي نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي الدلتا تي على R convection. الأفضل إن نكتبها سي أو إن في يعني، بس هنخليها R convection كده وخلاص. طيب الدلتا تي برضو زي ما قلنا قبل كده هي نفسها الدلتا تي، الدلتا تي دي هي نفسها الدلتا تي دي، يبقى برضو نفس الكلام الواحد على R بتساوي اتش في ايه، يبقى الار نفسها بتساوي، يبقى الار في حالة الكونفكشن بتساوي واحد على اتش ايه. هكتبها لكم بشكل اوضح، بس احنا بنتكلم على هي جاية منين، يعني ان القانون ده بيساويه بالقانون بتاع الكونفكشن او الكوندكشن او الراديشن، وبشوف هي دي عبارة عن ايه. يبقى انا دلوقتي لو بتكلم عن الكوندكشن، في عندي كوندكشن فقط، في عندي تي واحد وتي اتنين، فاحنا قلنا ان الكيو كوندكشن بيساوي الكي في الاي في الدلتا تي على ال. طيب وقلنا نفسها ان هي تي الماوس اصلا مش بيظهر، فهنخليها الليزر، الكي في الاي في الدلتا تي على ال، او الدلتا تي على الار ثيرمال كوندكشن. طيب عشان اخلي دي شبه دي، فممكن اخليها الدلتا تي اللي هي عادي اهي ال، واخلي دول تحت في المقام هنا اللي هو المقام ايه باست، فيبقى الدلتا تي على ال ال على الكي اي، عشان اقول ان الباست بيساوي الباست، يبقى المقام هيساوي المقام، يبقى الار ثيرمال بتساوي ال على كي اي، يبقى الار ثيرمال في حالة الكوندكشن في حالة البلين وول، عشان بعد كده في السلندريكال وفي السفير هتبقى مختلفة، بتساوي ال ال على كي. طيب بتترسم ازاي لما يبقى عندي مسألة فيها كوندكشن بس؟ هرسم كده، ادي النقطة، ادي درجة الحرارة الأولانية، وبعدين الكوندكشن الثيرمال الكتريك، وبعدين ايه درجة الحرارة التانية الكيو بينهم، وكمان ممكن اكتب القانون تحت الايه تحت دي كده اللي هي ال على كي ايه. طيب خلي بالنا ان بعض الكتب ممكن يخليها ال على كي فقط، في الحالة دي مش بيحسب الكي الكيو، بيحسب الايه الكيو دبل برايم، يعني لو هو بيحسب الكيو دبل برايم اللي هو الهيت فلكس يعني، او الانتقال الحرارة بالنسبة لوحدة المساحة، هيعتبرها ال ال على كي. وبعض الكتب تانية بتقول على ال ال على كي ديت بيخلوها هي كمان ار دبل برايم، بس هنا خلي بالنا ان دي مش مقسومه على المساحه، لا دي كانها اتضربت في المساحه، فيبقى في فرق بين الكيو دبل برايم، الكيو دبل برايم دي بتساوي الكيو العاديه على المساحه، بينما الار دبل برايم هي عبارة عن الار نفسها اللي هي ال على الكي في الايه، بس بعد ما بضرب فيها الايه عشان الايه تطير مع الايه ويتبقى لي ال على كي بس، فدي كأنها الار العادية مضروبة في الايه في الاريا، وبتستخدم في ايه في حساب الهيت فلكس. اقدر اقول ان الكيو دبل برايم اللي هي الهيت فلكس بيساوي الدلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة على الار دبل برايم، اما الكيو العادية
بتساوي دلتا تي على ار فقط. ايه الفرق بين الار والار فقط؟ ان الار فقط دي يقل على كي اي، اما الار دبل برايم دي ال على كي فقط. الكيو بالوات، الكيو دبل برايم وات لكل متر مربع. ده كده بالنسبة للايه لو عندي كوندكشن. طيب بالنسبة للكونفكشن، عندنا لو عندنا سطح، السطح دوت بينساب او من حوله هوت فلويد. الهوت فلويد ده درجة حرارته تي انفاينايت، ممكن نخليها واحد، ممكن نخليها اتش عشان تبقى هوت يعني. والكونفكشن بتاعنا كوفيشنت اللي هو كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو الاتش، معروف مثلا اتش واحد. والسطح ده درجة حرارته تي اس كولد مثلا او تي اس واحد. فانا عندي المفروض هيبقى في حالة انتقال حرارة بالكونفكشن. هنا قانون الكونفكشن قلنا ان هو ما هو الا ان ال H في ال A ممكن تبقى T S ناقص T انفاينايت. في الحالة بتاعتنا مفترض ان هي T انفاينايت ناقص T S. ليه؟ لان هو هنا قايل لي ان ده هو الهوت وده هو الكولد، فنفترض مثلا ان هي ممكن تبقى T انفاينايت ناقص T S. طيب اللي هي الدلتا تي يعني اتش اي دلتا تي. طيب احنا قلنا قبل كده في الثيرمال ريزيستنس ان الكيو بتساوي دلتا تي على الار ثيرمال. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على الكونفكشن لان ده قانون نيوتن للتبريد، فيبقى الار ثيرمال كونفكشن. طيب عشان اخلي دي شبه دي، فقلنا ان ممكن تبقى دي دلتا تي عادي على واحد على اتش اي، عشان ال HA تطلع من مقام المقام تبقى بس تبقى فوق، فيبقى الدلتا T على واحد على HA بتساوي الدلتا T على ال R. يبقى البسط بيساوي البسط، يبقى المقام بيساوي المقام، وبناء عليه ال R thermal convection في حالة ال A الحوائط اللي زي كده بتساوي الواحد على HA. طيب لو أنا بتكلم على ال R double prime، ال R double prime في الحالة دي هتساوي واحد على اتش فقط. وقلنا الار دبل برايم دي بستخدمها لحساب الكيو دبل برايم اللي هي الهيت فلكس. طب بتترسم ازاي؟ هنرسم كده ادي التي واحد، وبعدين مقاومه زي المقاومه الكهربيه، وبعدين التي التانيه دي تي انفاينايت دي تي اس، وبينهم الار كونفكشن بتساوي واحد على اتش اي. ده كده بالنسبه للكوندكشن وبالنسبة للكونفكشن. طيب بالنسبة بقى للراديشن، لو أنا دلوقتي عاوز أتكلم عن الإيه الراديشن. طيب الراديشن معروف القانون بتاعه اللي هو بتاع ستيفن بولتزمان. قانون ستيفن بولتزمان بيقول إيه؟ بيقول إن الكيو بتاعت الراديشن بتساوي الإي اللي هي الاميسيفيتي في الـ A في اللي هي الاريا في السيجما اللي هي ستيفن بولتزمان كونستانت في تمام. عادة بنفضل نكتبها بالشكل ده اكتر. يعني دي قريبة من دلتا شوية. في تي اس 4 ناقص تي اس 4 برضه عن الكبير نفسه صغير، بس هنخلي بالنا ان دي لازم تكون بالايه، قلنا قبل كده كذا مره دي لازم تكون بالدرجات حراره مطلقه. طيب احنا هنا تي اس 4 احنا عاوزين نساوي دي، عاوز اساوي دي بالقانون بتاعي اللي هو دلتا تي على ار عشان اجيب الار بتاعه الراديشن. طيب الدلتا تي دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن تي ناقص تي بس، اللي هي عاوز تي واحده اللي هي مثلا تي اس، وناقص تي تانية واحدة بس اللي هي تي انفاينايت أو تي سراوندينج. طيب دي أس أربعة، يبقى لازم أقللها. هقللها ازاي؟ إن أنا هحلل فرق بين مربعين، يبقى هحلل دي فرق ايه كده ايه بين مربعين. هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى دي تي تربيع ناقص تي تربيع في تي تربيع زائد تي تربيع. يبقى هلاقي ان هي تي اس تربيع ناقص تي سراوندنج تربيع
في تي سيرفيس تربيع زائد تي سراوندينج تربيع. طيب عشان اخليها على ار يعني، فجبت دول كلهم في مقام المقام اللي هو واحد على الامسيفيتي في الاريا في ستيفن بولتزمان. طيب ما برضو لسه دي تي بس ودي تي تربيع، هبدأ احلل تاني التي تربيع دي مرة تانية، فرق بين مربعين تاني عشان تبقى تي اس ناقص تي سراوندينج في تي اس زائد تي سراوندينج، يبقى تي اس ناقص تي سراوندينج في تي اس زائد تي سراوندينج. طبعا دي هتنزل زي ما هي، ده كله على واحد على الكلام ده. طيب ده كله ايه؟ ده كله انا عاوز اسويه زي ما قلت قبل كده ب اللي هي تي اس ناقص تي سراوندنج على الار ثيرمال راديشن. فجبت دول برضو بدل ما هما كانوا في البسط هنا نزلتهم في مقام المقام تاني، فبقى عندي تي اس ناقص تي سراوندنج على واحد على الايه الايه في الايه في الكلام ده كله. ده كله بيساوي الدلتا تي على الار ثيرمال، البسط بيساوي البسط، يبقى المقام هيساوي المقام، يبقى في الحالة دي الار ثيرمال هتساوي واحد على كل الكلام ده. لو عاوزينها ار دبل برايم هنشيل بس الايه الاريا من هنا، يبقى الار ثيرمال بتاعت الراديشن بتساوي واحد على اي في اي في سيجما تي اس زائد تي سراوندينج في تي اس تربيع زائد تي سراوندينج تربيع. طيب عشان ما يعقدوش المشكلة شوية كده، فبيقولوا ايه، بدل ما اخد الرمز الكبير ده كله انا هعمل حاجة اسميها تبقى زي الاتش كده، الاتش بتاعت الكونفكشن اللي هي الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت، انا عاوز اعمل راديشن هيت ترانسفير كوفيشنت، هنسميه اتش ار او اتش راديشن، بعض الكتب بتسميه اتش ار ريد عشان راديشن يعني او اتش ار. طيب الاتش ار دي بتساوي ايه؟ لو انت فاكر من شويه احنا كنا بنقولنا في السلايد اللي فات ان الار بتاعت الراديشن بتساوي واحد على اتش في ايه. طيب الار هنا بتساوي واحد على كل الكلام ده، نخليه مثلا باللون البنفسجي، ندينه مثلا باللون البنفسجي في ايه برضو اهي، يبقى اقدر اقول ان الاتش راديشن بتساوي الاي في السيجما في الاتنين دول اللي هي تي اس زائد تي سراوند سيرفيس، تي سيرفيس زائد تي سراوندينج في تي اس زائد تي سراوندينج يعني. طب ده بيسهل عليا ايه؟ بيسهل عليا بعض المسائل وبعض الحسابات. طب شكلها هيبقى عامل ازاي؟ يبقى دلوقتي قلنا ال H radiation هتكون بتساوي الكلام ده كله، وقلنا ال H radiation دي ليها عبارة عن radiation heat transfer coefficient بدل من convection heat transfer coefficient، الوحدة بتاعتها وات لكل متر مربع كلفن، وبناء عليه ال R ثيرمال في حالة الراديشن أقدر أقول إنها بتساوي واحد واحد على ال H radiation E طبعا، أو زي ما قلنا قبل كده إن هي بتساوي واحد على كل الكلام ده، يعني ممكن نشيل ال H radiation ونحط كل الإيه كل الكلام ده. ده كده في حالة ال R thermal، في حالة ال convection، في حالة ال conduction، في حالة ال radiation. طيب لو انا عندي مثال في بقى اكتر من حالة، يعني مثال مثلا حائط، الحائط ده مكون من معدنين، هنا معدن وهنا معدن تاني وعندي مائع سخن وعندي مائع بارد. في الحالة دي المثال اللي احنا قلناه في الاول خالص، عندي اولا كام آلية لانتقال الحرارة؟ هلاقي ان انا عندي اربع آليات الحرارة ماشية كده، اول حاجة convection من ده للسطح، وبعدين conduction من السطح للسطح،
وبعدين كوندكشن من السطح للسطح، وبعدين كونفكشن من السطح للايه للمائع. فانا عندي هنا اربع مقاومات، بترسم اربع مقاومات، المقاومة الأولانية بتاعة الكونفكشن، بعد كده مقاومة تانية للكوندكشن اللي هنا. طبعا بس التحكم في الماوس صعب جدا. الكوندكشن التانية، وبعدين الكونفكشن التالت. فأنا عندي هنا أربع مقاومات، كل مقاومة بكتبها وبكتب قيمتها، وبجيب بقى حاجة اسمها الـ R total. الـ R total اللي هي مجموع المقاومات الكلية. الـ R total دي بقى بتتحسب ازاي؟ هو ده اللي هنتكلم عليه في السلايد اللي جاي. يبقى دلوقتي احنا قلنا لو انا عندي مقاومتين متتاليتين، يعني لو انا عندي حائط، الحائط ده قلنا فيه معدنين، في عندي هنا مقاومة أولانية، وفي عندي هنا مقاومة في السطح الثاني، وعاوز أجيب الكيو. قلنا برسم المقاومتين، حاجة زي كده، زي الشكل المرسوم هنا. طيب بنقول بقى إن لو في عندنا نوع من أنواع التوصيل الكهربي، في توصيل على التوالي زي الشكل ده، وفي توصيل على التوازي. التوصيل على التوالي هو التيار اللي هيمشي هنا هو نفسه اللي هيمشي هنا هو نفسه اللي هيمشي هنا. طيب وبالتالي أقدر أقول إن لو أنا عندي الـ V1 والـ V3 وعاوز أجيب الـ I اللي هو شدة التيار، هقول إن هي بتساوي الـ V3 ناقص V1 على مجموع الأرين دول، يبقى اللي هي بنسميها summation R أو مجموع الإيه المقاومات. يبقى زي ما في التيار الكهربي بقدر أقول في حالة التوصيل على التوالي إن الـ I في حالة التوصيل على التوالي بتساوي فرق الجهد بين أي نقطتين على مجموع المقاومات بينهم. يعني ايه؟ يعني لو انا خدت النقطة دي والنقطة دي، يبقى في شوف كم مقاومة بينهم؟ مقاومة واحدة بس. يبقى المفروض ال I بتساوي V2 ناقص V1 على R. طيب لو انا خدت من النقطة دي للنقطة دي، يبقى شدة التيار بتساوي ال V3 ناقص V2 على المقاومات اللي بينهم، اللي هي ايه؟ اللي هي R2 بس. طب لو انا خدت من واحد لتلاتة، يبقى برضو نفس الكلام، V3 ناقص V1 على مجموع المقاومات اللي بينهم، هلاقي بينهم كام؟ هلاقي بينهم مقاومتين. نفس الكلام بعمله في الهيت، فأقدر أقول إن الكيو بتساوي الدلتا تي بين أي نقطتين على مجموع المقاومات بين هاتين النقطتين. summation R يعني ايه؟ يعني لو انا خدت النقطة دي والنقطة دي اللي هي هنا كده وهنا كده، هنسمي مثلا تي واحد وتي اتنين، نسمي دي تي واحد دي تي اتنين دي تي تلاتة، طيب يبقى انا خدت النقطة بين واحد واتنين، يبقى هقول تي اتنين ناقص تي واحد على R اللي بينهم اللي هي R conduction واحد مثلا. طيب لو انا خدت النقطة من اتنين لتلاتة، من اتنين لتلاتة ال Q هتساوي تي تلاتة ناقص تي اتنين على R اللي بينهم اللي هي R اتنين. R اللي احنا قلناها ايه؟ اللي هي اللي على كيف ايه اللي احنا قلناها في الاول خالص. طيب لو انا عندي نقطة تلاتة ونقطة واحد، يبقى اقدر برضه اقول ان الكيو بتساوي تي تلاتة ناقص تي واحد على مجموع المقاومات اللي بينهم اللي هم مين؟ اللي هم ار واحد وار اتنين. وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في المثال قدام. لو انا عندي مثلا كونفكشن هنا وكونفكشن هنا زي ما قلنا قبل كده، ومعنديش بقى الا درجة الحرارة اللي هنا ودرجة الحرارة اللي هنا، خلي اصفر اللي هي تي انفاينايت، خليها كولد مثلا، وتي انفاينايت هوت.
يبقى انا عندي برضو نفس الكلام، الكيو هتساوي الدلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة بين النقطتين دول، اللي هي الاتش اللي هو الهواء الداخلي والهواء الخارجي او الهواء السخن والهواء البارد، على مجموع المقاومات بينهم. يبقى المقاومات اللي بينهم، اول مقاومة الكونفكشن هنا كده بتاعة الكونفكشن، بعد كده الكوندكشن بتاعة المادة الأولانية، بعد كده الكوندكشن بتاع المادة التانية، بعد كده الكونفكشن بتاع المادة اللي بتاع بين السطح الخارجي وبين الهواء. هناخد مثال على حاجة زي كده عشان نوضح الصورة أكتر، بس عاوزين نتكلم عن لو عندي توصيل على التوازي ده كده التوالي. طب لو أنا عندي بقى توصيل على التوازي بيبقى شكله عامل ازاي اصلا وبتعامل معاه ازاي؟ التوصيل على التوازي، لو انا مثلا عندي كيو وعندي حائط، الحائط ده مكون من مادتين مختلفتين، يعني مثلا حاجة زي ايه، زي الحيطة اللي فيها شباك مثلا، الشباك معمول من الازاز والحيطة نفسها معمولة من الطوب او الاسمنت، او مثلا كان في عندك شباك وانت سديته بس كان ده مسدود بحاجة غير الايه الطوب مثلا، فيبقى في عندك هنا معدنين مختلفين. يعني تخيل مثلا دي قطعة خشب ودي قطعة ألمونيوم مثلا، والاتنين مكونين مع بعض حائط واحد، وفي هنا حرارة وفي هنا برودة. هل الكمية الحرارة اللي ماشية خلال الخشب هي نفسها هتبقى كمية الحرارة اللي ماشية خلال الألمونيوم أو الحديد؟ هنلاقي لأ، المفروض إن الكوندكشن بتاع الألمونيوم عالي وبالتالي مقاومته أقل وبالتالي المعدل اللي هيمشي فيه أكتر. طيب بنحسب بقى الكلام ده إزاي؟ ده بقى بنسميه اللي هو البارالل أو الإيه، حالة الإيه التوازي. دي السلايد من عند دكتور محمد رضا كان عاملها. المفترض إن الكيو اللي هنا بتساوي هتتقسم نصين، جزء هيمشي كده وجزء هيمشي كده، وابدأوا يتجمعوا تاني في الطرف التاني. فالمفروض ان الكيو اللي داخلة دي بتساوي كيو اللي هتمشي في المادة الأولى زائد كيو اللي هتمشي في المادة التانية. نفس الكلام اللي كان بيحصل لو تيار كهربي وعندي مقاومتين مختلفتين والمقاومتين دول متوصلين على التوازي، فنفس الكلام في الحالة دي التيار هينقسم نصين، جزء I هيمشي هنا وجزء I تاني هيمشي هنا حسب الـ R بتاعتي. طيب لو انا بقى عاوز اجيب من هنا لهنا، يعني من النقطة دي كده للنقطة دي كده الكيو، طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، المفروض ان دلتا تي على مجموع المقاومات اللي بينهم، بس هنا دول مش متوصلين على التوالي فمش هجمعهم، هجيب لهم محصلة بتاعتهم، حاجة اسمها المحصلة أو الإكويفالنت بتاعتهم. طيب الـ R equivalent في حالة الـ التوازي بنقول إن الواحد على R، الواحد على R بتساوي واحد على R واحد زائد واحد على R اتنين، يعني أقدر أقول إن الواحد على، سميها بقى summation R equivalent، سميها R equivalent بس أيا كان، يعني بتساوي واحد على R واحد زائد واحد على R اتنين. يبقى المفترض ان انا بعد ما اجيب دول هبقى جبت مقلوب ال R، هجيب مقلوبها مرة تانية عشان اجيب ال R نفسها، يبقى ال R equivalent بتساوي طبعا الأس سالب واحد دي معناها كأنها واحد على كل الكلام ده، يبقى الواحد على R بتساوي واحد على R واحد زائد واحد على R اتنين، وبعد ما اجيبهم اقول ال R نفسها هتساوي مقلوب الرقم ده. مثلا سي ان الاتنين دول طلع مثلا محصلتهم اتنين، يعني الواحد على R بتساوي اتنين، يبقى ال R نفسها هتساوي واحد على اتنين اللي هو نص يعني. ده قلنا في حالة الايه التوازي، وبرضه هنحاول نشوف مثال ليه لو الطريقة دي مش ايه مش واضحة. يبقى السلايد الجاي بقى نبدأ على الأمثلة.
طيب هنا بيقول لي مثال calculate the thermal resistance، عاوز يحسب ال thermal resistance، عاوز يحسب ال R. At the rate of heat transfer through a pane of window glass، يبقى في عندي سطح شباك إزاز، الشباك الإزاز ده هو اللي أنا عاوز أحسب في خلاله الإيه ال R. مديني ال K بتاعتي 81% وات لكل متر كلفن، 1 متر هاي الارتفاع بتاع السطح الإزاز ده 1 متر، نص متر وايد العرض بتاعه نص متر، السمك بتاعه 5/10. if the outer surface، نخلي بالنا من كويس أوي هنا، outer ايه surface، يبقى هنا بيتكلم على السطح مش بيتكلم على الهواء او الفلويد او المائع اللي بره، ده بيتكلم على الإزاز نفسه سطحه من بره درجة حرارته كام 24، والإنر سيرفيس كمان يعني سطح الإزاز من جوه كام 24.5. طيب يبقى لو جينا نبص على الرسمة بتاعتها هنلاقي ده الإزاز بتاعي، أنا عندي هنا الإزاز ده اللي أنا عندي السطحين بتوعه، السطح الخارجي والسطح الداخلي أهو، الخارجي والداخلي. الخارجي قال إن هو 24، أدي الأوتر أهو 24، يعني ده كده أوت، هنا كده ده كده الأوت، وده كده الإن. طيب يبقى أدي الإزاز، أدي درجة الحرارة الخارجية تي سيرفيس اوت، يعني دي تي اس اوت ودي تي اس ان. طيب وادي الايه الجلاس اهو، ومديني الكي بتاعته كام 8/10 او 81%. طيب هنرسم الدائرة الكهربائية بتاعتنا، ادي التي ان وبعدين الدائرة الكهربائية وبعدين كذا. طيب دي ايه ار؟ هي ار دي ار كوندكشن ولا كونفكشن ولا راديشن؟ احنا بنتكلم على سطح الزجاج، الحراره ماشيه خلال الزجاج نفسه ماشي في هذا الاتجاه، يبقى دي كده كوندكشن. طب هي الار كوندكشن بتساوي ايه؟ بتساوي ال ال على ك في ال اي. يبقى نكتب القانون، الار بتاعتي بتساوي ال على ال كي في ال A. نبدأ ال L عندي ولا مش عندي؟ عندي كام؟ نص. ال K عندي ولا مش عندي؟ عندي 81. ال area مديني الارتفاع والعرض عشان أجيب منهم ال area، يبقى أدي ال L كل رقم جنبه الوحدة بتاعته، وأدي ال K وأدي ال area، هنحل الحاجات دي كلها مع بعض هيطلع لي كام؟ O point 0.123 كلفن لكل وات أو سيليزيوس لكل وات. ده كده مثال بسيط، ممكن نشوف واحد تاني. طيب قبل ما نشوف واحد تاني لو عاوزين ماشي خلاص، الرقم ده هنخليه في دماغنا بس، اللي هو لو انا عندي الشيت بتاع الاجابه وعاوز احط الرقم ده هعمله ازاي. ادي الرقم اللي احنا عاوزين نحطه هنا. طيب احنا عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 6، هنات 1 2 3 4 5 6 يعني دول هيقضونا كويس قوي. ممكن اروح جاي عامل، هنكتب الاول الرقم، هنا عاوز احط ال O وبعدين بوينت وبعدين O وبعدين 1 2 3، ادي ال A ادي، وبعد كده كل اللي انا عاوز اعمله ان انا هظلل هنا الصفر، هنا البوينت، هنا ال O، هنا ال 1، هنا ال 2، هنا 3. يبقى حتى الأرقام العشرية
ممكن ايه اعملها بالشكل ده. يبقى ده الرقم بتاعي، هظلل هنا تظليل جيد طبعا طبعا هنا عشان بس مفيش تحكم في الماوس خالص، فبس بقى ايه بتظلله تظليل تام بحيث ان تتسود الدايرة كاملة يعني. ويفضل زي ما قلنا كذا مرة نعمل بقلم الرصاص علشان لو حبينا نصلح ونخفف الإجابة الأول، وبعد كده لما نتأكد منها نبقى نتقل علشان لما تيجي تمسح ما يبقاش باين الأثر بتاعها وتتشاف مرة تانية وكأن فيه ايرور. تمام، شوف بقى المثال اللي بعد كده. مثال تاني هنا بيقول calculate the rate of heat loss from a furnace wall per unit area، بقى عاوز يشوف الحرارة المفقودة خلال الايه الحائط ده، بس ايه per unit area. per unit area يعني ايه؟ يبقى عاوز ال heat rate بس per unit area، يعني هو كده كأنه بيطلب مني ال heat flux. يبقى هو هنا بيطلب مني ال Q double prime اللي هي ال Q per unit area. تمام، the wall is constructed from an inner layer، في عندي inner layer يعني طبقة داخلية، الطبقة الداخلية دي سمكها الثيكنس بتاعها نص سنتيمتر ومصنوعة من الستيل، والكي بتاعت الستيل اللي هي 40. يبقى دي أول طبقة اهي ستيل سمكها صغير اللي هو نص، والكي بتاعتها اللي هي 40. طيب and the outer layer يبقى الطبقة الخارجية، مالها الطبقة الخارجية؟ معمولة 10 سنتيمتر، يبقى السمك بتاعها 10 سنتي. طيب معمولة منين؟ من الزيركونيوم برايك، يعني نوع من أنواع، يبقى معمولة من البرايك الحجارة بتاعة الايه الزيركونيوم دي. الكي بتاعتها مديها لي 2.5، ومديني بيقولك زي الشكل الايه اللي هو التالي. طيب the inner، نخلي بالنا دايما لما يجي يتكلم عن درجة الحرارة عشان اعرف هو بيديني درجة الحرارة فين. the inner surface يبقى بيتكلم على السطح، temperature is 900 كلفن اهي، يبقى هنا السطح نفسه اللي هو T S T surface in كام؟ T surface in هنكتبها حتى T، ممكن سيرفس او ستيل، تي سيرفس اي ان مثلا، او نخليها 1 و2 ايا كان، يعني تي سيرفس ان بكام؟ ب 900. and the outside surface temperature برضو يبقى اديني درجة الحرارة بتاعت الخارجية outside، يبقى تي سيرفس outside كام؟ 460. what is the temperature at the interface، عاوز درجة الحرارة بين السطحين، التلاقي بتاعهم أو لما يتقابلوا في نقطة اللي هو هنا كده، عاوز دي تي دي سميها interface اي مثلا. طيب أول مطلوب كان ال Q double prime. ال Q double prime قلنا اللي هو ال Q على ال A، أو قلنا قبل كده اللي هو عبارة عن delta T على R دبل برايم سميشن طبعا. طيب نرسم الدائرة الكهربائية للكلام ده، هلاقي ان انا عندي درجة الحرارة الأولى، وبعدين المقاومة بتاعة الستيل، وبعد كده درجة الحرارة التانية اللي هي بتاعة الانترفيس، وبعدين المقاومة بتاعة البرايك. يبقى في عندي هنا 3 درجات حرارة، درجة الحرارة اللي هنا، درجة الحرارة اللي هنا، درجة الحرارة اللي هنا. طبعا دي اللي هي T surface in، ودي اللي هي T surface out، ودي اللي هي T interface اللي بينهم هما الاتنين. طيب من التي سيرفيس ان والتي سيرفيس اوت في الار بتاعه الستيل، ممكن نسميها ار اس
عشان هي جاية من الستيل، وفي ار تانية بتاعة البرايك اللي هي الار، هنخليها برايك حرف البي. طيب هو هنا شغال على الدبل برايم، فالار دبل برايم معروفة ان هي ال على كي، يبقى هنا ال بتاعة الستيل على الكي بتاع الستيل، وهنا الار بتاعة البرايك هتساوي ال للبرايك على الكي بتاعة البرايك. يبقى اقدر اقول ان الكيو دبل برايم اللي هو عاوزها دي اللي هي ريد فلكس بتساوي الدلتا تي 900 ناقص 460. ممكن نحسبها على الآلة، هنلاقي ان هي تقريبا 440، طبعا الدلتا تي دي قد تكون كلفن عادي 440 كلفن على السميشن ار. السميشن ار دول توالي ولا توازي؟ ما دام بيدوا لبعض يبقى الحرارة المنقولة هنا هي نفسها الحرارة المنقولة هنا، هي نفسها لو في كونفكشن هنا هي نفسها لو في كونفكشن هنا. طيب يبقى اقدر اقول ال R total او ال summation R كنت ممكن اجيبها لوحدها في الاول، او ممكن احطها هنا، احط ال LS على ال KS زائد ال LR ال LB اسف على ال KB، هشيل كل حاجة واحط قيمتها. ال LS مديها لي نص سنتي هنحولها للمتر، ال KS مديها لي 2.5، ال LB مديها لي 10 سنتي هنحولها للمتر، ال KB مديها لي، فهتبقى بالشكل التالي. يبقى بالتعويض المباشر ادي الدلتا تي 960 على ال L على ال K بتاعت الستيل زائد ال L بتاعت البرايك على ال K بتاعت البرايك، 440 على الكلام ده، قسمناهم بالآلة طلع 10965. الكومة دي غير الدوت، الكومة دي اللي هي بتفصل بين كل ألف والتانية في بعض الكتب أو المراجع، حتى الآلات الحاسبة عندنا بتعمل كده ساعات، إن هي نحط كومة بين الألف، وكل ألف أو كل 3 أرقام نحط كومة، غير الدوت اللي هي العلامة العشرية. طبعا نفس الكلام لو الكلام ده عاوزين نكتبه هنرجع عند ببساطة ادي 10965. طبعا احنا قلنا يفضل ان احنا هنسيب خانة فاضية نسيبها للناحية دي، بس عامة حتى لو سيبنا دي فاضية مش مشكلة، المهم هنسيبها فاضية بقى تمام، ما ينفعش نحط هنا صفر. يعني ايه؟ لو انت بادئ من هنا ممكن تحط دي صفر او تسيبها، اما دي كده لازم تترك فارغة تماما يعني. وبعد كده تظهر لك برضو الايه، الواحد، تظهر لك الزيرو، تظهر لك التسعة، تظهر لك الستة، تظهر لك الايه، الخمسة. وان كان يفضل عشان يبقى كلنا ماشيين ايه في نطاق واحد، يعني ان احنا كنا نسيب الخانه دي فاضيه خالص ونبدا هنا 1 0 9 6 5، بس عادي دي صح برضو، مش ايه مش مشكله يعني، بس انا مش عاوزكم تتلخبطوا. يبقى احنا كده جبنا الايه الرقم بتاعي المطلوب الاولاني اللي هو الكيو دبل برايم. طيب عاوز المطلوب التاني اللي هو درجه الحراره الانترفيس. احنا لسه في الجزء اللي فات اتكلمنا ان المفروض ان الحرارة المنقولة كده ثابتة، اللي هو ال Qin بتساوي ال Qout ما دام مفيش stored ومفيش generation، يبقى ال Q نفسها دي هي نفسها ال Q ما بين، احنا لو احنا برضو فاكرين قلنا ان ال Q دي لو رسمنا المقاومات تاني قلنا ان هي الفرق بين درجتين، اي درجتين حرارة على المقاومات اللي بينهم،
طبعا احنا كنا في المثال نفسه خدنا الدرجة الخارجية والدرجة اللي هنا وجبنا المقاومات بينهم اللي هما الاتنين دول. طيب دلوقتي انا عاوز بقى التي دي اللي هي التي انترفيس، ممكن اجيبها من ناحية الستيل او اجيبها من ناحية البرايك. ده كده صح وكده صح. هقول ان الكيو دبل برايم عادي اللي انا لسه كنت حاسبها هي نفسها بتساوي الدلتا تي، بس المرة دي الدلتا تي اللي هي ايه؟ اللي هي تي اس ناقص تي انترفيس على الار اللي بينهم. الار اللي بينهم ايه؟ الار اللي بينهم دي الار بتاعت الستيل. يبقى على الار ستيل، او اقدر اقول انا عاوز اجيب بين الاتنين دول بين التي انترفيس وبين البرايك، يبقى اقدر اقول ان هي تي انترفيس ناقص التي برايك على سمشن ار اللي بينهم. ده ايه الارات اللي بينهم؟ هي ار واحدة بس اللي هي ار دبل برايم بس بتاعت الايه؟ البرايك. فالكيو احنا حاسبينها 10,000، الار دي موجودة اللي هي 125 في 10^6، والار التانية دي موجودة اللي هي 4 من 100. فسواء استخدمت القانون ده صح استخدمت القانون ده صح، هو الاتنين هيطلعوا نفس الايه؟ نفس الناتج. دي معطى او دي موجودة خلاص انا حاسبها، التي اس عندي، التي برايك عندي، الار برايك عندي، الار اس عندي. هيبقى لو انا اخدت الجزء ده كده فقط، خليها اصفر احسن، هيبقى المجهول الوحيد هو التي انترفيس. لو انا اخدت الجزء ده هيبقى برضو عندي التي انترفيس هي الموجودة. لو مثلا لو احنا هنجيبها من ناحية ال يبقى اقدر اقول ان الكيو دبل برايم، بس طبعا اعملها شرطتين فوق كده عشان مش لاقي على ال على اللاب دلوقتي اللي هي الدبل برايم اللي احنا متعودين عليها. فكيو دبل برايم اللي هي تي اس ناقص تي انترفيس على الار اس دي اللي احنا حسبناها 13,965. يبقى ال تي اس هنعوض عنها بقيمتها، الار اس هنعوض عنها بقيمتها. يبقى انا دلوقتي عاوز اجيب ده لوحده، الجزء اللي فوق ده بيساوي ده في ده، يبقى 900 ناقص تي اي بتساوي ده الكيو دبل برايم في الار. طيب انا عاوز التي بقى لوحدها، يبقى هنودي هنروح هي الناحية التانية بشارة مخالفة، ودول هيجوا الناحية التانية بشارة مخالفة، هيبقى تي اي بتساوي 900 ناقص حاصل ضرب الكيو دبل برايم في الايه؟ في الار. هنكتب 900 ونكتب كل رقم جنب الوحدة بتاعته ناقص الكيو دبل برايم اللي هي بالوات لكل متر مربع في الار دبل برايم بوحدة متر مربع لكل كلفن وات. خلي بالنا ان ار العادية وحدتها كلفن لكل وات، ار العادية اللي هي ايه؟ اللي هي ال ال على كي ايه، او الواحد على اتش ايه. أما ال R دبل برايم وحدتها زي ما احنا شايفين متر مربع في كلفن على وات، نفس الوحدة دي بس مضروبة في ايه؟ في وحدة المساحة زي ما قلنا قبل كده. تطلع الايه؟ القيمة بتاعتنا تطلع تقريبا 898 و6 من 10 كلفن. طيب
898 تسعة من عشرة كلفن تقريبا. نفس الكلام هتبدأ شوف تكتب الستة والعلامة العشرية والتمانية والتسعة والتمانية، وتبدأ تسيب الناحية دي فاضيين وتبدأ تظلل كل واحدة هنا حسب الايه. طبعا هنحل ان شاء الله في السكشن مجموعة من الامثلة على نفس الحاجة، وبرضه هبعت لكم مع الشيت اللي هو الورقة بتاعة التظليل بحيث ان انتوا تتدربوا عليها. كده يتبقى لنا السلندريكال سيستم والسفير. ممكن بقى محاضرة كمان نبقى نتكلم مثلا يا اما عن الهيت جنريشن يا اما عن الفينز، ونسيب بقى دكتور محمد فتحي يتكلم عن الكونفكشن والراديشن. يبقى احنا لسه هنا عندنا فيديو او فيديوهين، وبعد كده دكتور محمد فتحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده كده هيبقى شكل التظليل بتاع 886 وستة من عشرة. ادي تمانية ستة تمانية بوينت ستة. لو جينا الليزر مش باين، بس عشان التمانية بتنزل في نفس العمود وتظل التمانية الستة التمانية البوينت الستة، ونسيب الخانة دي فاضية زي ما قلنا قبل كده. طيب نيجي نبص على ده، تكرار يعني او صورة تانية من كتاب تاني لنفس فكرة الكيو بتاعت الكوندكشن. بتحسب ازاي؟ عن الكيو بتساوي كي في الاي في الدلتا تي على ال، وبتساوي دلتا تي على الار. دي الدلتا تي اهي، يبقى الار بتساوي ال على كي اي. نفس الكلام بالنسبة للكونفكشن، نفس الكلام مكان تاني، ادي نفس الحاجة دلتا تي على دلتا اكس، يبقى الكيو تساوي كذا ال على كي في ايه، يبقى ال ار بيساوي ال على كي ايه اللي هي ثيرمال ريزيستنس، وشكلها اللي هو الايه التيار الكهربي. عادة بتترسم تحت الايه الشكل على طول. ادي مثلا لو عندي حاجتين يعني توصيل وتوصيل، يبقى عندي هنا مقاومتين والاتنين كوندكشن ال على كي ايه وال على كي ايه، بس ده للأولاني أو للحائط الأولاني. فيبقى السمك الأول اللي هو ال A، الماتيريال الأولانية اللي هي ال K A ال K واحد. طبعا ال area عادة بتبقى ثابتة يعني لو دول كده مديناهم أو شوفنا البعد التالت بتاعهم فهنلاقيهم إن هم وجه واحد يعني، فمش محتاج اعمل مساحة اي واحد واي في الاريا يعني، مش محتاج اعمل اريا واحد واريا اتنين دي، لان هما الاتنين هيبقى لهم نفس الايه نفس المساحة. نيجي ار واحد وار اتنين، وبعد كده بنجمعهم جمع عادي مادام ده كده ايه بارلل او توصيل. لو حطينا لهم كونفكشن يبقى نفس الكلام، هيبقى عندي مقاومة كونفكشن الاول وبعدين كوندكشن وكونفكشن في الاخر. الكونفكشن واحد على اتش اي، بس هنخلي بالنا برضو ان احنا نميز ما بين الانفاينايت اللي بره اللي هو مثلا هنا والانفاينايت اللي في الطرف الايه التاني. درجة الحرارة اكيد مختلفة وتيس مختلفة، فبالتالي ده بيتحسب لوحده وده بيتحسب لوحده. دي واحد على اتش اي واحد اللي هي الطرف الاولاني، وهنا ال H2 اللي هي عند الطرف التاني. وبرده بهي مدام نفس كده بارلل برضو، يبقى بنجمع عادي. هنجيب ال A ال summation R أو ال R total بتساوي مجموع كل واحدة منهم على حدة، يعني واحد على H واحد A زائد L على K A زائد L على K A زائد واحد على H A. وخلي بالنا تاني ان الكيو المنقولة من هنا بالكونفكشن لحد هنا هي نفسها الكيو المنقولة من هنا لهنا بالكوندكشن، هي نفسها المنقولة من هنا لهنا بالكوندكشن، هي نفسها المنقولة من هنا لهنا بالكونفكشن.
هي نفسها المنقولة من هنا لهنا عن طريق المقاومات، عشان لو عاوز يجيب درجة الحرارة عند أي مكان من الأماكن دي بحسب الهيت فلكس أو بحسب الكيو الأول حسب النقطتين اللي أنت عارفهم والسمشن ار اللي بينهم، وبعد كده تقدر تجيب التي عند أي نقطة زي ما عملنا في المثال السابق. أتمنى الحاجات تكون واضحة، وممكن بإذن الله في السكاشن نحل بعض الأمثلة على نفس الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.